السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. مرحبا بكم مرحبا بقناة عامر جبر. أهلا وسهلا بكم بمتابعين جدد والقدم. أرجو أن تكونوا بخير. هذه أيام مباركة، هي تسمى أيام العصرية، الله أعلم، أيام زنا الطمار والنخيل، يعني قطع العرازين من الثمور، نوع من الغر والدقلة وغير ذلك، مكريت كرموت غير ذلك. قلناها في الفيديو السابق، انواع الثمور وما غير ذلك. هذا هي بدايه في اواخر اكتوبر، قطيع الثمور، ولكن الحمد لله على كل حال. وانا قطعوا لموا مع لمه عائليه اسره، لموا مع بعض وقطعوا مع بعض وغير ذلك. أما المهم، أرجو أن تكونوا بخير. فيديو وصلتكم جميع المتابعين، وأنا عندي مدة مش نحط فيديو، حوالي شهرين والله أعلم. سلام في روحكم، وإن شاء الله تكونوا عودوا ميمونة في فيديو أيام قادمة إن شاء الله، وبتوفيق لكم في قناتكم، و حتى متابعين بتوفيق لكم في عملكم في حياتكم وفي أسرتكم وفي عائلاتكم وغير ذلك. دعوتكم إن شاء الله كلوا بتوفيق العمل قطيع وأيام غير ذلك. مع السلامة.